يا مساء الخير عليكم والعافية مشاهدينا مشاهدي قناة دبليو تي في وطن، وهذه رحلة مسائية جديدة أكيد من اف ام وأكيد طبعا هاي دائما أنا هنا أتوقف وأكيد أمسي على كل شخص يشاهدنا من خلال بثنا المباشر على الفيسبوك على بيج القناة، وأيضا مستمعينا عبر أثير إذاعة العشر بالبصرة. اليوم بأف ام جاب لكم موضوع ومن خلاله راح أعرف شلون تعبرون بي او شلون تتصرفون خلال هذا الشيء. اليوم جاي اعرف منكم من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظاهره اسفل الشاشه شلون تصالحون الشخص اللي زعلان عليكم، واكيد كل شخص عنده طريقه مختلفه، واذا كان الشخص هو حبيب او اخ او اخت او اب او ام او ما شابه ذلك. اليوم من خلال الاتصالات مثل ما عرفت شلون راح تصالحونه او شنو طرق المصالحه اللي تمشون عليها اذا كان شخص عزيز عليكم او قريب منكم زعلان. فاكيد انا ناطر اتصالاتكم ومشاركاتكم، لكن قبل ما نروح للاتصال اريد اسال مخرجنا، مخرجنا شلون انت تصالح الشخص الزعلان عليك؟ اها حلو زين. هذا طبعا مخرجنا بالبدايه اوجه لك تحيه رسول سيجا. مخرجنا يقول اودي له بوكيه ورد وكاكاو. زين يعني هذا لكل شخص هاي اها يعني هذا البوكيه ورد والكاكاو بس للناس اللي قريبه جدا، يعني الصديق العزيز او الحبيب او الحبيبه يعني. حلو، اما البقيه عادي انه اذا زعلوا ما هم يرضون من حالهم. حلو بس ما يصير هيك. اها يصير. حلو، لا بس انتم مشاهدينا ومستمعينا واكيد مشاهدينا على البث لا تمشون بخطوات مخرجنا. مخرجنا يقول بس الناس القريبه علي كلش اودي لهم ورد وكاكاو، ما اعرف بس ليش كاكاو ورد ما افتهمت القصه. والبقيه ما يصالحهم، ينتظر هم يصالحون نفسهم بنفسهم. روح للاتصالات ونشوف اذا اكو ويانا اتصال ونقول الو. اها المخرج يقول اريد اشوف شنو رد المصور، مصورنا المبدع باقر السوداني. باقر شنو شلون تعامل الشخص الزعلان عليك او شلون تراضي؟ اها حلو، المصور يقول اني طيب ما ازعل احد علي، يعني ولا واحد زعلان عليك؟ زين انت زعلان على احد؟ حلو، شوفوا التسامح، شوفوا القلب الطيب، انه باقر مصورنا مصور اف ام يقول اني لا ازعل ولا ازعل، يعني ولحد الان صافيه يا لبن. روح لي ابو سيجي طيف، استاذ طيف ما اعرف شلون يصالح الناس الزعلانه عليهم. زين واذا ما قبل اعتذارك؟ اها حلو، طبعا طيف يقول اروح للشخص الزعلان علي واقدم له اعتذاري اذا هو غلطان، يعني يعترف بغلطه ويقول له انا اسف واعتذر وبعد ما اعيدها، بعد رضا رضا ما رضى هذا انا سويته علي وبعد بكيفه. حلو عاشت ايدك يا طيف، ما اعرف ان شاء الله ماكو زعل، وان شاء الله يا ربي دائما تعيشون حب وسلام وام، ويبعد عنكم المشاكل والزعل والطاقه السلبيه ان شاء الله يا ربي. طبعا ما ادري المخرج هو يريد يسالني اني ويقول لي شلون انت تتعامل ويا الشخص اللي زعلان عليك. انا تقريبا مثل باقر طبعا، انا قليل ناس تزعل علي بس ازعل هوايه اوكي، بس شلون اتعامل ويا الشخص اللي زعلان علي؟ صراحه ماكو شخص زعلان علي كلش ومراضي لحد الان ماكو، يعني الحمد لله. اما اذا زعل بالمستقبل شخص وقريب علي وعزيز ويعني ياثر به هذا الشخص، لا يعني اشوف شنو الشيء اللي يحبه او المحتاجه اجيبه الى وراضي عن طريق هذا الشيء، يعني اذا كان محتاج فد يعني اي شيء هو ادري بيه انه يحبه لانه هو شخص قريب علي، فاكيد راح اعرف الاشياء اللي يحبها والاشياء اللي يكرهها فاسوي الاشياء اللي يحبها حتى يرضى علي. روح لاول اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. الو مرحبا. مرحب شلونك؟ اهلا بيك. شخبارك؟ يا هلا وميت يا حبيبي. من وياي؟ وياك طارق من النجف. طارق من النجف؟ نعم. حياك الله يا طارق وحيا الله للنجف. طارق عرفت اليوم على شنو نحكي بأف أم ولا لا؟ الموضوع على الزعل والتصالح. غير عافية عليك يا طارق، أنت شلون تتصرف ويا أو شلون تصالح الشخص اللي زعلان عليك؟
والله عزيزي، أنا بالنسبة لي نعم أنا دائما أهتم بالشعر والأبوذية. أها يعني صديقي إذا زعل عليه أي قدم له أبوذية رضي بها. زين طارق، حاليا أكو أي. شخص زعلان عليك ولا لا؟ أكو شخص زعلان علي. أي أكو شخص زعلان علي كلش، بس هو صديقي وعزيزي. زين طارق مجرد وديت له نعم أي أبوذية صغيرة. زين لا لحظة ثاني يوم طارق ولو أقاطعك، أريد أعرف شنو سبب الخلاف اللي صار بيناتكم والزعل. سبب الخلاف اختلفنا، إحنا نلعب فريق مال طوبة. نعم أيوه اختلفنا، مثلا هو قاعد احتياط وأنا لعبوني خوش حكي. نعم لعبوني مكانه، فهو زعل قال اتخذت مكاني بالفريق أو مكاني بالمكان يعني بالدفاع باللعبة. يعني نعم لعب مدافع. نعم فزعل. بس هذا ما يستوجب الزعل هذا الشيء، يعني انت مو السبب مو من عندك، انت السبب من كابتن الفريق. هو المدرب، هو الشغل من المدرب. يا من المدرب احسن. انا يعني نعم اي اعتبر انا خلص مكانه. وزعلان هو لحد الان عليك؟ بواجيك بالحكي، فانا نعم. بيا طبيعه من يزعل واحد عليه نعم اتركه يومين ثلاثة ايام واحاول اتواصل وياه. اها حلو. اتواصل على صفحتي. ايش كتبت له؟ كتبت له أبوذية أرجوك تسمعها. يلا سمعنا إياها. إي بغيابك تغير طبعي ولوني. ولوني. وطحت بناس ما ترحم. ولوني. ولوني. اليوم تكسرت كل لوحاتي. ولوني وظلت بس أصفق بداية. الله عليك. صدق ضحك واي، أنا أرجع للضفة. أها حلو، يعني هسه أنتوا تراضيتوا. اي تراضينا. وانت الطريقه اللي الصالح بها الناس اللي تزعل عليك هو الشعر فقط، ما عنده غير شيء. لا ما عنده غير شيء. زين اكو شخص هو زعلان عليك مو انت زعلان عليه، او انت زعلان عليه مو هو زعلان عليك؟ عفوا. اي اكو شخص صح. منو هذا الشخص اللي انت زعلان عليه ولحد الان ما مراضيك؟ والله الشخص هو هي بني. حبيبتك يعني لو صديقتك؟ اي حبيبتي. اي زين شنو سبب الزعل؟ ليش زعلتك؟ زعلتني لانه يعني صار خلاف معي شخصي. اها صار خلاف، ولحد الان هي مراضيتك ولا مصالحتك؟ اي بس انت اريد اطرح عليك سؤال. نعم قول. نعم اريد اطرح عليك سؤال. وهو؟ انت اسالك السؤال، انت لو زعلك صديقك شو تراضي؟ اني شلون اراضي؟ لا انا قلت ببدايه الحلقه يا طارق صديقك شلون تراضي؟ اني اشوف الشيء اللي يحبه اجيبه اليه واراضي. الله الو طارق تسمعني؟ اعتقد انقطع الاتصال ويا طارق، لكن حلوه طريقه طارق بالشعر انه اي شخص زعلان عليه يصالحه بابوذيه او قفشه او مطلع قصيدة معين من كتاباته أعتقد. روح لاتصال آخر ونقول ألو. طبعا هو سألني سؤال وأنا جاوبته. دائما إحنا الناس القريبة علينا إذا كان بيناتنا تفاهم وبيناتنا علاقة قوية فأكيد راح نعرف الأشياء اللي تزعلهم من الأشياء اللي ما تزعلهم، فحاولوا أنه تنتبهون على الناس القريبة عليكم وتبتعدون عن المشاكل وما تزعلوهم ولا يزعلوكم اذا كان بالعلاقه اكو تفاهم واكو صراحه واكو ثقه، لكن اغلب الزعل والمشاكل اذا كان بين الصديق او الحبيب وحبيبته تكون هي عدم الاستقرار بالعلاقه، لكن بالعائله فاني اليوم ومن خلال الاتصالات اريد كل شخص يسولف لي شنو الطرق اللي يسويها اللي صالح بيها الشخص اللي زعلان عليه، وروح الاتصال ونقول الو. الو 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 مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا والله، شلونك؟ شلونك استاذ سامر؟ بخير الله يسلمك. زين الحمد لله. من وياي؟ مشتاقين لك. اني الاشوق. وياك زهراء من محافظه النجف. هلا بزهوره، شلونك؟ شو اخبارك؟ والله زين الحمد لله. احنا اخوي ابد هالايام اللي ما تطلع بيهن عمره سنتين واربع اشهر. أيه؟ يقعد من الصبح يبكي يشوف صوتك ويبوسها حياتي. الله يحفظه. لا انا يوم اطلع بس الجمعه والسبت ما اطلع. قام يحاول طلع تامع. حياتي الله يحفظه ان شاء الله، الله يحفظه وان شاء الله يكبر ويتصل بي هو شخصيا.
مشكور. زهراء اليوم نحكي على شلون نراضي الشخص الزعلان علينا. زهراء لو شخص زعل عليك شلون تراضي؟ والله أسوي الأشياء اللي أحبها، أها زين أكو هسه يعني جميع شيء يحب أسوي. أها زين زهراء أكو شخص هسه زعلان عليك واللي كره ما أسوي لها، بس اللي يحبه يعني لازم أراضي جميع شيء يحبه. حلو زين أكو لا شخص، والله أكو شخص حاليا زعلان عليك صديقة أو علي. ها ما سمعتك شنو قلتي؟ نعم ما فهمت. أقول لك أكو شخص زعلان عليك بالوقت الحالي ولا لا؟ لا والله. يعني هيك انت مسامحه وقلبك طيب وما زعلين احد؟ مستحيل زهراء، حتى بالبيت؟ لا والله ابد، اي شخص ما زعلان علي. زين انت زعلانه على احد؟ لان عارف شلون يعني اتعامل مع الناس. زهراء انت زعلانه على احد؟ زين؟ لا والله. حلو. ما احب لا ازعل ولا ازعل. ان شاء الله يا ربي حياتك دائما بلا زعل وبلا مشاكل وتكون مسالمه طول الوقت. شكرا لك ولاتصالك يا زهراء، واتمنى انه دائما تتصلين وتشاركين ويانا بأفهم. باي باي. نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ الله يسلمك حبيبي، شلونك؟ تمام، انت شلونك؟ شخبارك؟ والله اخباري زينه. شو من بقى اني ما احسها زينه من خلال الصوت مبينه مو زينه الاخبار. مو تمام؟ اي والله يا صديقي ما اعرف شو اقول لك. لا قول، احنا نسولف، احنا اصدقاء وعائله وحده اف ام، ونشوف المشاكل ونشوف الاشياء اللي بيناتنا نحلها، نقدر نحلها من خلال الاتصالات. موضوعك الصراحه كلش حلو. كلك ذوق انت الاحلى. بس انا خبرتك حتى يعني من باب شلون تقول تساعدني. اكيد اكيد، اللي اقدر بيه اني حاضر. تسلم، ما تقصر. انا مشكلتي عصبي. مشكلتك عصبي، واكيد هواي ناس تزعل من عندك. اي والله اكو هواي ناس زعلتها. من خلال العصبيه اللي زايده عندك يعني؟ من خلال العصبيه الزايده، تعرف هذه نتيجه ظروف متراكمه تصير. فعلا هو ضغوط الحياه وهاي تعصب الشخص او تخلي حالته دائما بتوتر. تمام والله. زين شنو الموضوع اللي تحب اساعدك به؟ مشكله اخرى انه انا يعني ما اعرف اصالح. اها ما تعرف الصالح، يعني للزعله هو يرجع يصالح نفسه. يرجع يصالح، مو بس هذا يعني، فوق ما هو يعني زعلته انه بزعل عليه فوقه. زين شوف هذا الشيء صح؟ والله اعرف هذا الشيء مو صح. ليش تسوي؟ لابد ان يصير تغيير، بس يعني ما اعرف انا مو ذاك خبرتك. لا هو الموضوع لازم اكو يعني، اذا كان انا طبعا ما عرفت اسم حضرتك في البدايه. انا ابو اسيل من كركوك. ابو اسيل من كركوك؟ ابو اسيل. اها ابو وسيم، حياك الله يا ابو وسيم. ابو وسيم هو اذا كان الشخص قريب علينا واحنا مزعلينه فلابد انه احنا نروح نعتذر من عنده او نقدم له شيء معين او هديه ونصالحه، اما اذا انه انت تقول اني ازعل الناس واني الغلطان وما اصالحهم، لا هاي كارثه. تمام، هو هذا الشيء كارثه صحيح، بس الخطوات اللي يعني لازم اسويها شنو ما اعرف. لازم شويه يا اما تترك العصبيه حتى ما حد يزعل عليك ولا انت تزعل، يا اما انه انت اوكي تبقى عصبي وتزعل الناس بس تروح تراضيهم، يعني مو تعوفهم زعلانين. حتى يحسون انه ابو وسيم يحبهم ويحترمهم وانه هم مؤثرين بحياته، وانه ما تمشي يومه او ما تمشي ساعاته بدونهم، اذا كانوا ناس قريبين عليك يعني، اذا كانوا اخوان او اب او ام او حبيب او حبيبه. زين الطريقة اللي صالح بيها شلون؟ انت اول شيء كل شخص يعترف بذنب لا ذنب عليه، يعني اكيد تتصل او تلتقي بالشخص الزعلان عليك وتقول له يا باني غلطت بحقك واني اسف واعتذر، وانت لو ما احبك واحترمك اكيد انا ما اجي اعتذر من عندك ولا اريد انه انت ترجع وياي، واكيد هو راح يرضى من خلال هذا الكلام. الو؟ تمام، وان شاء الله يا ربي ابو وسيم تبعد عنك العصبيه وتكون دائما ريلاكس وما تزعل اي شخص،
لا بعيد ولا قريب عليك ان شاء الله. واني اكيد شاكر اتصالك ومشاركتك، واتمنى انه دائما تشاركنا بأفهم وتتصل. ونروح لي اتصال اخر اذا ويانا اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ وعليكم السلام، شلونك، شو اخبارك؟ حبيبي غالي، من وياي؟ سيف وياك. سيف من بغداد. اي حبيبي، شلونك سيف؟ شكو ماكو؟ حبيبي والله سلامتك، ماكو شيء. ماكو ان شاء الله، ماكو شيء. سيف، عرفت اليوم على شنو نحكي بأف أم ولا لا؟ اي والله سمعتك، تابع برنامجي وخابرت عليك. فدول عمرك، اشرف بك سيوف الغالي. سيوف، احنا اليوم نحكي على شلون نراضي الناس الزعلانه علينا، فانت شلون تراضي الشخص الزعلان عليك؟ الزعلان علي هو يجي راضيني، انا ما راضي. ليش؟ ما راضي، انا هم اللي الزعلانين علي هم يجون يراضوني. يعني سيف، فوق ما انت مزعلهم وهم يجون يراضوك؟ لا لا لا، هم زعلان، هم زعلانين علي، مو انا زعلان عليهم. لا اعرف، اني ما فهمت قصدي. اني سالتك قلت لك اذا اكو شخص زعلان عليك، ايه شلون انت ترضي او شلون الصالحه؟ يعني نروح لنرضي ونسوي له شيء شياتي نعشيه، هاي تسوي له عشاء، تسوي له عشاء شيء زين. اكو شيء رئيد موجود. تمام زين سيف، حاليا اكو شخص زعلان عليك؟ اي والله هواي عالم. منو؟ لا اريد شخص قريب عليك، يعني مو اللي هوايه واحد بيهم اختار انه هو شخصيه قريبه عليك على سيف، وانه انه مأثر بيك زعله. ما اقدر اذكر اسامي. لا زين، هو صديق، صديقه، حبيبه؟ صديق، صديق، صديق. زين، من خلال اف ام شنو حاب تقول له؟ ما سمعك. اقول لك من خلال السؤال، من خلال البرنامج، برنامج اف ام، شنو حاب تقول له لهذا الصديق اللي زعلان عليك؟ صديق زعلان عليه ان شاء الله اراضي، ان شاء الله هي هاي اريد المراضه. زين يعني انت يعني شنو اللي اخرك على انه ما مراضي لحد الان او ما مصالحه؟ بعدنا والله. تفكر يعني تفكر بطريقة لو شنو؟ اي جاي افكر بطريقة. وما وصلت لشيء معين؟ ما وصلت لشيء معين، بعدني ان شاء الله. اما افكر اما اراضي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تفكر وتلقى لك حل باسرع وقت وتراضي، وتتصلون بينا انت وياه ونسمع اخباركم الحلوة ان شاء الله. شكرا لك يا سيف ولاتصالك، روح لاتصال اخر وقول الو. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. شلونك عيني؟ هلا وعيني، شلونك؟ انا منور. شكرا. بس منور؟ خبر. بس اخبل؟ ايه. شكرا، انت اللي منوره وانت اللي تخبلين، من خلال صوتك الحلو اكيد منوره وتخبلين. منورك. من وياي؟ عسل الديواني. هلا بعسل، وهلا ببنات الديوانيه العسل. عسل، احنا اليوم باف ام نحكي عن الناس الزعلانه علينا وشلون نراضيهم ونصالحهم، فعسل شلون تراضين الشخص اللي زعلان عليك؟ والله الشخص لا كان احبه. اي عيد اغاثله وانه صالحه. حلو، يعني اذا كان حبيب قصدك تتغزلين بي وبعدين الصالحي. اكيد هو على الغزل اصلا اذا تتغزل بي عسل بعد شي يريد، يعني راسا يصالح اصلا ينسى الزعل. هو شخص واحد صالحه وصالحيه. اها، هو بس عند الشخص واحد دائما يزعل والصالحي؟ زين عسل هو حاليا زعلان راضي؟ لا راضي الحمد لله. زين منو دائما هو سبب المشكله، انت ولا هو؟ ما كبر نفسي. ها؟ اكثر شيء هو. اكثر شيء هو لو انت. زين اذا اكثر شيء هو شلون انت تراضي؟ المفروض غير هو يراضيك؟ هو اللي يزعل دائما. اها، هو اللي يزعل. زين هو ليش يزعل؟ يعني شنو سبب الزعل؟ من كل شيء يزعل، من تزعلني. حلو، بس هو المفروض عسل، هو انت المفروض اللي تزعلين وتدللين عليه، مو هو اللي يزعل.
إذا على وقت محادثة مدهم. أها زين. هو من أنت تزعلين عليه شلون يراضيك؟ في أكيد هم من قايد غزل يعني نفسي. ها نفس الطريقة، هو يعني ما واحد ماخذ الطريقة من الثاني. أي أكيد. حلو، إن شاء الله يا ربي يعني ما يكون بيناتكم زعل ابدا، ودائما تكونون متراضين وحياتكم كلش حلوه وورديه. شكرا لك يا عسل لاتصالك. واكيد نروح لاتصال اخر ومتواصلين وياكم باتصالاتكم ومشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظاهره اسفل الشاشه ويا اف ام. وشلون تراضي الشخص الزعلان عليك ونقول الو. الو. الو مساء الورد. الله من وياي؟ بغداد. الصوت جدا ناصي وما واضح، يا ريت تعلينا شويه. اسو من بغداد. اسو؟ نعم. اسو من بغداد، هلا بيك يا اسو. اسو اول مره تتصلين بينا؟ نعم. يا هلا بيك اسو، ان شاء الله مو اول مره، ان شاء الله دائما تتصلين وتشاركين ويانا بمواضيعنا باف ام، تمام؟ اشكرك. اسو اليوم احنا نحكي على الزعل وشلون نراضي الناس الزعلانة علينا، فانت شلون تراضين الشخص الزعلان عليك؟ والله يعني يشيل حاجة والتغزل، اهم شيء الغزل. اها اهم شيء الغزل؟ ايش اكيد. يعني تتصلين بيه تتغزلين بيه لو تبعثين له مسج غزل لو شلون؟ ما افتهمت. كيف يعني هو شيء مسج مكالمة. اها حلو. زين انت هذا تقصدين على الشخص اللي اذا كان عفوا زوجك او حبيبك غير يعني؟ نعم نعم ما متزوجه. نعم؟ ما متزوجه. اها يعني اللي تقصدين عليه هو حبيبك. نعم تفهمني. اها اي طبعا انا فهمت. اوكي زين اوكي، ان انت حبيبك انه تحكي له غزل او تدزين له مسج حلو ويرضى. زين الناس اللي غير حبيبك شلون تراضيهم اذا كان اخو او اخت او صديقه؟ الشي يحبونهم يجي وياهم بكلام حلو، كلام يعني يحبونه. اها حلو. زين اسورد اسال السؤال، الحب او حبيبك حاليا زعلان عليك ولا راضي؟ لا قبل الخلاص ما حرم يعني ثلاث فترات. اي لا بس هو صوش مون صوش مون صوش مون. زين منو اكثر شيء يزعل، انت ولا هو؟ لا والله هو دوبه مساكي. هو اذا جاي يشوفنا من خلال شاشه دبليو تي في وطن، فاليوم راح يتعارك وياك لان احنا جايين نحكي عليه هسه، ونتمنى انه ما اها يشاركنا. عافيه عليك، وان شاء الله ما يزعل عليك ولا انت تزعلين عليه، وان شاء الله ماكو زعل بيناتكم. ازعلني؟ نعم؟ اقلك ازعلني؟ لا ان شاء الله ان شاء الله ماكو شيء وماكو اي زعل بيناتكم يا اسو، واني اتمنى انه دائما تتصلين بينا وشاركين ويانا باف ام، وهو كذلك خليه يشارك ويانا باف ام اذا حاب ويتصل ونشوف شنو تعليقاته بخصوص المواضيع اللي نطرحها يوميا. ان شاء الله اقول لك سامر. نعم؟ اختي تريد تحكي وياك. اي خليها، هلا بيها، وينها؟ الو 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 هلاو. طبعا الاخت اعتقد خجلانه او مرتبكه، يجوز اول مره تتصل ببرنامج او شيء هيك ما شابه ذلك. طبعا اعتقد انقطاع الاتصال وياه، نتمنى انه تعاودين بينا الاتصال يا اسو، نسمع صوت اختك ومشاركتها بخصوص موضوعنا اليوم ب اف ام، واكيد ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم. نروح للاتصال ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. هلا والله. وعليكم السلام، هلا بيك، شلونك؟ تمام، انت شلونك، شخبارك؟ الحمد لله تمام. سأل عنك. منو جايه؟ رفل من ذي قار. رفل، رفل وين مختفيه؟ شو ماكو؟ شنو مفتقديني؟ الصراحة إي، لأن أنتوا كم بنية إنه أنتوا صرتوا حالكم يعني حالكم حالنا، يعني أنتوا عائلة البرنامج نعتبركم، يعني نفتقدكم إذا أنتوا اختفيتوا يوم أو يومين. صدق؟ إي والله، إن شاء الله يا رب تكونين بخير، يعني سبب اختفائك إنه ماكو شيء. صدق
نعم اي والله شويه ظروف كانت الحمد لله عدت. ان شاء الله عدت على خير يا ربي، وان شاء الله تكونين بصحه وسلامه زينه يا رفل. رفل احنا اليوم نحكي باف ام على المصالحه وشون نصالح الشخص اللي زعلان علينا. فرفل شلون تصالحين او شنو الطريقه اللي تمشين عليها بمصالحه الناس اللي تزعل عليك؟ طبعا اذا ناس يهموني اكيد اروح اعتذر لهم. نعم. اذا اشخاص قريبين علي اروح اعتذر لهم، يعني لازم اصالحهم، ما فيهم زعلان عليه. اها يعني واذا ناس مو قريبين ما تصالحيهم يعني تبقيهم زعلانين؟ لا اذا ناس مو قريبين وانا الغلطانه لا اروح اصالحهم، بس ما يهموني. زين. يعني عادي. اخر رفل اخر شخص صالحتي او رضيتي ايش وقت ومنو؟ نقدر نعرف؟ اختي. كل ساعه نتعارك ونصالح. شلون ليش تعاركتوا؟ على شنو تعاركتوا انت وياها؟ نتعارك يعني على ابسط الاشياء، ما دام احنا عايشين يعني واشياء مختلطه هيك بيناتنا وهاي نتعارك. اها زين شلون رضيتيها؟ لا لا. ها؟ شلون رضيتيها؟ او صالحتيها؟ انا رضيتها، جبت لها نمبر 1 هي تحبها. الخضرة؟ رفل وين رحتي؟ راحت رفل اعتقد، وانقطع الاتصال وياها، ونتمنى تعاود الاتصال بينا حتى نسمع شنو جواب اختها اللي قاعده يمها وشنو تعليقها بخصوص الموضوع. نروح لاتصال اخر ونقول الو. حبيبي استاذ سامر مساء الخير. مساء الورد. شلونك يا غالي؟ اني بخير اذا انت بخير، انت شلونك؟ الله يسلمك حبيبي. شال غيبة؟ تحياتي لك، تحياتي كل الكادر. وتحياتي لك بالذات انت. وتحياتي وتحيات الكادر اجمع لحضرتك، شلونك؟ ان شاء الله بخير. حياك وياك زيد من اربيل. هلا بيك ومرحبا ونورتنا. الله يسلمك حبيبي استاذي، شلونكم؟ والله بخير، انتم شلونكم؟ الاجواء شلونها يومكم؟ والله طيبة الحمد لله، اليوم الجو كلش طيب اربيل. احنا والله بعد الحر مسيطر عندنا ببغداد، يعني بعد حاره بعد صيف. حر يعني حر، بس بالليل يعني الجو كلش طيب. اها ان شاء الله يا ربي يجينا الشتاء مسرع حتى نعيش اجواء البرد. وتجيني على اربيل وعزمك. ان شاء الله ان شاء الله اكيد الي الشرف بمعرفتك، وان شاء الله اذا اجي اربيل ابلغك اول واحد. الله يسلمك والله، يعني حبيت اسلم عليك وسلم على الكادر. الله يسلمك الله يخليك. طيب انت عرفت اليوم على شنو نحكي باف ام ولا لا؟ لا بدي اسمع البرنامج طبعا على التلفزيون. اها احنا اليوم نحكي شلون نصالح الناس اللي زعلانه علينا او اللي تزعل علينا، فانت شخصيا شلون ترضي الشخص اللي زعلان عليك اذا كان اخ او اخت او ام او ابو او حبيبه؟ نعم استاذ والله انا بالنسبه لي يعني ما عندي احد زعله، بس اذا زعله شوف هو يعني انا نفس طريقتك انت. نعم. بالبدايه حكيت يعني شوف. نعم. هو شحت مثل ما اقول لزمه منه منطقه الحساس. يعني مو اي هاي هذا اسهل هاي اسهل طريقه بالضبط. يحب الرصيد اطق بكرت رصيد. حلو. يحب العزيمه وديع على المطعم، بس الحمد لله احنا ما عندنا ماكو اي زعل الحمد لله. وش حلو. زين حاليا اكو شخص زعلان عليك؟ انا لا الحمد لله. او انت زعلان على شخص؟ انا صراحه ما عندي لا زعل على احد ولا احد زعلان علي الحمد لله والشكر. حلو هذا الشيء، حلو انه الشخص يكون حلو. مسامح، انه يكون قلبه طيب، انه يكون متعاون وما ما عنده زعل وهي الشغلات. يقول من تزعل توحشني الله عليك واحسنت على صوتك ورجعتنا للزمن الجميل. شكرا لك ولاتصالك، اعتقد انقطع الاتصال ويا حضرتك، نتمنى انه تعاود الاتصال بينا ونسمع اكثر. نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ تمام. هلا والله تمام، انت شلون شخبارك؟ والله الحمد لله خير. كيف عرفتي؟ اسيل اكيد اسيل. اي نعم اسيل. انت صوتك بعد صار يعني يعني اسيل هاشتاك. اسيل هاشتاك يعني. الله يخليك الله يحفظك. اسيل اكيد عرفتي اليوم على شنو نحكي. اي يلا سولفي لنا، شلون الصالحين زوجك اول واحد؟ زوجك شلون الصالحين من يزعل؟ والله زعله ويا حاميه. اه لا تمام. يلا شلون الصالحي او صالحتي؟ لا او شنو فكره؟ ما صالحه لان اذاني.
ما الصالحين قداش؟ لا بس هو اول تالي هو ابو بيتك واللي يحبك واللي خاف عليك واللي غار عليك. ما طبعا طبعا هو اهم احلى شيء وحنيته به يعني راسا يرضى. اها زين ايش منتظره؟ ليش ما مصالحته لحد الان؟ يعني زين اسيري قال يعني حكي واذاني بي وقهرت منه. وانا من القهر يعني صعبه بس هي كلمه طيبه صدقه بعد. اها زين اسيري نقدر نعرف شنو الموضوع لو لا؟ لا لا لا. زين هو يمك حاليا ولا وين؟ اي موجود. اي موجود. اقول بس ما له صوت يعني ما يحكي، دائما يحكي ويعلق ويحكي ويانا ويتصل. اصح لك اياه دقيقه. اوكي تمام. ياسر ياسر ها يعني انت بغرفه وهو بغرفه قاعدين هيك؟ حلو هذا الزعل. اي انا موجود صوت التلفزيون. السلام عليكم. حبيبي ياسر شلونك؟ شخبارك؟ شلونك حبيبي؟ مشتاقين لك. احنا اشوق احنا يا غالي. انت ياسر ليش مزعل اسي؟ ليش تقول مزعلني ودائما يزعل بيه؟ اي عافية دائما يزعل. ليش؟ مو اسي حبابه وطيبه وتحبك وتخاف عليك؟ اي والله صدق. والله يا استاذ عامر الوضعيه برا، الوضعيه رادر اخلق وجهي تعبان وما ادري اخلق. بس ياسر انت اليوم هسه هسه حاليا لازم تصالحون. يلا بوسها وقولها اني اسف وبعد ماكو مشاكل. كذب كذب ما باسني، بوسه هوائيه. لا لا بوسها بوسها. الله الله يحفظكم. الله يحفظكم. يعني ما اشيل بقلبي انقهر بس ما اشيل بقلبي. انتوا واحد ما بيناتكم فارق، وان شاء الله يا رب كل حياتكم حلوه وحب وتفاهم وانسجام ويبعد عنكم الزعل ان شاء الله والمشاكل. ودائما دائما مع بعض ما تتفارقون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا يا ربي، دوم السعاده لك وللجميع يا رب العالمين. شكرا شكرا لك يا اسيل ولاتصالك وتحياتنا لك ولمشاركتك الحلوه. ربي يحفظك ان شاء الله. نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو مساء الخير. مرحبا بكم صحابي. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ الله يسلمك الله يخليك. انت شلونك؟ انا طبعا اول مره اشوف البرنامج مالكم صراحه وعجبني يعني التصرفات الحلوه هاي. هلا بيك ومرحبا ومنورنا باف ام، واكيد ان شاء الله يوميا تتصل وتشاركنا. احنا يوميا من الاحد للخميس الساعه 10 موجودين. حبيب قلبي طيبين انتم ان شاء الله يعني. كلك ذوق. من وياي؟ انا علاء من بغداد. علاء من بغداد؟ نعم. يا هلا بيك علاء ويا هلا باهل بغداد. من وين من بغداد؟ أني من زيونة. أها يعني قريب علينا، مو بعيد كلش. علاء الشرف فيك. حبيبي أنت الشرف. علاء احنا اليوم نحكي على الزعل وشون نصالح الناس اللي تزعل علينا، فريد نعرف علاء شلون يصالح الشخص اللي يزعل عليه. والله أني أنا شلون ما تقول اليوم اللي يزعل عليه. نعم أعتقد راح صوت علاء، انقطع الاتصال ويا علاء. نتمنى يعاود الاتصال بينا مره لاخ ودائما يتصل بينا ويشاركنا باهل الامر. نروح لاتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو 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 السلام، شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله. شخبارك؟ تمام 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 تمام. من اسمع اصواتكم ومشاركاتكم الحلوه فاصير تمام. أشارك؟ اكيد اكيد الشاركين. من وياي؟ نور من بغداد. نور من بغداد، بس ليش ونور؟ لازم يمشي. هاي هم ثانيه، هم لازم. حلو، هاي صار ان ايه ثانيه الان. اوكي اكيد عرفتي موضوعنا اليوم باف ام يا نور؟ اي نعم متابعتكم. اي شلون تصالحين الشخص اللي زعل عليك او اللي زعلان عليك؟ اول شيء اذا اريد اصالحه صالحه برساله حلوه. حلو. يعني كلام حلو.
زين اذا مرضى بالرساله والكلام الحلو شلون؟ ما قراهن؟ لا اذا قراهن ويعني هم مرض او طنش الموضوع. رحنا للبيت. حلو. زين نور اكو شخص زعلان عليك حاليا؟ موجود. منو هذا الشخص نقدر نعرفه؟ شخص قريب علي ووصلنا سلامي عن طريقهم واقول له كل اللي صار انا اسفه اعتذر عليه صح انا غلطانه اما العلاقه لازم اعتذر. اها اللي يعتذر مو عيب. لا لا اكيد اللي يعترف بذنبه ما ذنب عليه اكيد والاعتذار نعم. حلو وشي لطيف وهو لو ما انت عزيز عليك وتحبيه وتحترميه وتقدريه وإلا مكانه خاصه عندك اكيد ما تعتذري له. صحيح. زين منو سبب الخلاف انت ولا هو؟ لا هو من الاثنين صراحه. يعني لان اني هو نعم. يعني مو تقول كصديقه وهاي هو زوج وصديق وكل شيء. اها. انا سبب يعني انا هنا موجوده مع اهلي. نعم. فاتصل علي عده مرات ما يجاوبني كل انتظارات وكل مجهول ما ادري شنو. خابر علي ما عنده مجال ما عنده مجال فصار بينا خلاف. اها زين هو ما برر لك موضوع انه الانتظار او يجوز عنده شغل او ظرف معين ما قدر يرد عليك؟ لا هو بررني طبعا. واكيد انت ما اقتنعتي. بس يعني شلون ما اقتنعت ابد بيناتنا. يعني ما صار تفاهم اصلا بيناتنا. على قولتهم الفار بدا يلعب بعبك. اها عادي شلون تقول قام الفار قام يلعب كيف وما ادري شنو من ورانا قام يلعب. زين شنو يعني انت مفكره بشيء بالايام اللي جايه شنو حابه تسوين؟ يجوز ليش ما تلتقون انت وياه تقعدون تتفاهمون فيس تو فيس وتحشون؟ حكينا هوايه هالمواضيع ما حصل شيء اصلا. يعني اثنينكم انتم عاندين يعني ريد هيك شيء؟ اها شلون ما تقول هو معاند وانا معاندي. بس ما يصير لازم انه شخص بيكم يتنازل اذا انتم تحبون بعض وتحبون بعض. طبعا انا تنازلت هوايه. اها انت يعني قدمتي تنازلات كلها لكن هو بعد لحد الان ما مسوي شيء. لحد الان كل شيء ما مسوي. كله كذاب يعني شلون تقول كلامه كله كذب كذب. لا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كلامه يطلع صح وان شاء الله ما يخيب ظنك وان شاء الله ما يعوفك بنص الطريق ان شاء الله يرجع عليك وتتصالحون وان شاء الله يا ربي تتصلون بينا سوا ونسمع اصواتكم. ان شاء الله يا رب الله يسمع من يمك عيني. وانا شاكر اتصالك ومشاركتك يا نور ونتمنى دائما تشاركينا وتتصلين ويانا. يعني عمري ان شاء الله يا رب. شكرا لك. لا دائما اتابعك بس يعني ما احصلك صراحه. الشرف الشرف يا نور الورده هلا بيك عزيزتي انت. شكرا لك ولاتصالك ونروح لاتصال اخر ونقول الو. الو مساء الخير. عزيز قلبي كان الصحانات تو انقطع الخطوات. يلا عادي ما صار شيء. على 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 انت ماني ما اتذكر انت قلت انه زيون مبادر. ما عرفنا انه اكو شخص زعلان او ما زعلان عليك هيك شيء اتذكر. اها انا قلت لك يعني اي صح صحيح صحيح انا قلت لك على مود الزعلان يعني انا ما اخلي واحد زعلان عليه صراحه لله. زين انت زعلان على احد؟ والله توني يعني صار لي ثلاث ايام واربع ايام يعني وناوي هسه من انزل اروح يعني بالدوام صراحه بدي اخلص دوام اربع ايام واروح اصالحه مع اللي مو زعلان يعني مو انا زعلان يعني. اي مو على انت قلت انه انت قلبك كبير والسامح وما زعل احد فحلو والله انه انت والله تروح تسامحه او انت الله سبحانه وتعالى هو الله ابو الكل يعني سامح. نعم مو بكر ما يسامح يعني الكل. فعلا احسنت يعني اليوم الله سبحانه وتعالى غفور رحيم فعلا يعني انا فين البنادم ما يسامع البنادم يعني مستحيل صح يعني اليوم احنا انا نوبات على مود الخوات الزوجات يعني خلينا نكون صريحين يعني نعم الصديقات او الزوجات المهم نعم ابوح للمصريين يعني صراحه المصريين يعني جد حلو عندهم الزوجه قد نعم. ما الرجل تعبان قد ما عنده مشاكل هموم هواي امور عندهم تجي يعني ما يجي يشتغل تعبان حتى لو ضايق حتى لو مختنق هي لازم تسوي له جو رومانسي جو يعني تلقاه تفرح تضحك الله يساعدك الله يساعدك على هذا هذا قصف قصف للبنات العراقيات او للنساء العراقيات نقول هيك شيء والله مو كل
لا لا مو الكل، بس انا اتمنى يعني انا صراحه انا احب اجتماعي يعني مجتمع يعني بهواي امور. نعم. وهواي احب اتابع. نعم. يعني اخبارهم او يعني نعم. صراحه يعني اجد الشغلات يعني من يجي الرجل تعبان او فشي هي متنقه او ضايقه، يعني من يروح الرجل للدوام لو فشي تلقاها بالبرامج تضحك ويا صديقات ويا زين. علاء انت متزوج؟ علاء انت متزوج لو لا؟ نعم نعم نعم. زين زوجتك تعاملك مثل ما يعاملون المصريات ازواجهم؟ والله انا عودتها صراحه. حلو حلو من تعودها يعني مشيتها على نظام انه يعني هيك. انا احب الشيء يعني 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 دائما براسي دائما اقول لا تخليني اروح ابو على غير صراحه. يعني عاشت ايدك. حلو حلو يعني انه تنبهين. يعني انا احب هاي الشغله. نعم. الرجل مو عيب اليوم اذا قال زوجته احب الشيء. نعم لا اكيد لا مو عيب، هي شركة يعني حياة وانتو اثنينكم واحد. احب ال شلون اليوم المرة يعني اللي الاهتمام قصدك انه تهتم بيك زيادة عن اللزوم، دائما تدلعك تحسسك انه انت طفلها او ابنها المدلل. يعني اذا ابوح بال يعني بالدوام او بالشارع او اي مكان اشوفه باي شيء ابوح اشوفه يعني فشي مثل مرة جميلة يعني عجبتني اليوم اللبس لابسته او فشي الله كاد راح يشتري وجهي. عاشت ايدك هو هذا الصح. الله يبارك يعني فيك. يعني انا ما اقول لك اني انسان يعني اكبر نفسي لا الله شاهد. نعم. بس انا احب هذا المود، احب هاي الشغله. الله يحفظكم البعض يا علاء. اليوم الزوجات او الرجال حتى الرجال اليوم. نعم. من وصل لزوجته متنق لو فشي، ليش متنق؟ من عنده صديقه يخابرها هلا حبيبتي يوم عيد ميلادك، صراحه خلينا نكون صريحين. صح كلامك صح. طب انا ليش ما اعامل زوجتي نفس المعامله؟ يعني ليش اروح عن اي ليش؟ انا ما اقول لك يعني ليش تعامل صديقتك عكس ما تعامل زوجتك؟ فعلا هو هذا الصح اللي المفروض انه اغلب الناس تمشي عليه، خصوصا المتزوجين والشباب اللي بعمرك يا علاء. الله يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله. مو مجامله. نعم. كون على ثقه مو مجامله. انا على قد حالي بس اتمنى عندي يعني اصل اكثر صراحه. نعم. يعني احب احب الانسان يوم يحافظ على بيته شلون ما شاء. اكيد هو هذا الشيء المفروض ان الكل تمشي عليه وتحافظ على اهلها وعائلتها وعلى الناس اللي تحبها وتخاف عليها. احنا اليوم ما في دوام هواي عبد القرار على صديقات، وانا جاي لحظه اخوك بدوام وياي. نعم. يعني اشوفهم يتمنى يظل ثلاث ايام اربع ايام ما ينزل للبيت على مود المخابرات. صح. حتى برامج اليوم البرامج اذا تلاحظ في البرامج. نعم. يعني يكتب في بيته، يكتب عمري، يكتب كذا، يكتب يا اخي انا ما اقول لك انا كان يعني بيطلع عليه بس. نعم. اليوم انا اكتب خبا زوجتي وكل شيء ينتهي يعني احنا خلينا نكون واقعات والاثنين. نعم. اليوم ما من زوجة يكون صديق يكون صادق وهي تكون صادقه ويا صديق تصير صح مو بس المشكله ما اعرف شلون احكي لك بس المهم انا طبعا تاخرت عليكم لا بالعكس احنا اتشرف بكم صراحه. علاء احنا كل سعيدين بالاتصال والمشاركه اللي حضرتك ونتمنى انه دائما تشاركنا. احنا من الاحد للخميس يوميا الساعه 10 على قناه دبليو تي في اف ام ومواضيع حلوه، نتمنى دائما تشاركنا وتعلق بخصوص مواضيعنا اللي نطرحها باف ام، وناطرين اتصالاتك دائما يا علاء، شكرا لك ولاتصالك. طبعا مشاهدينا وكذلك متابعينا عبر البث المباشر وايضا مستمعينا عبر اذاعه العشار بالبصره، شفتوا وسمعتوا المتصلين وشنو تعليقاتهم خصوص الموضوع وشون يصالحون الشخص اللي يزعل عليهم. كل شخص وكان له طريقة معينة، طريقة مختلفة عن الثانية، وأكو بعض الأشخاص قالوا اللي يزعل علينا إحنا ما نصالحه هو يزعل، وأكو ناس قالوا حتى اللي إحنا نزعله أو هو يزعلنا إحنا نروح نعتذر من عنده. حلو التسامح ويا رب يبعد عنكم الزعل والمشاكل وتكونون دائما بسلام. شكرا لكل شخص اتصل، شكرا لكل شخص شارك، وشكرا لكل شخص شاهدنا من خلال الشاشة أو من خلال البث المباشر. لهنا تنتهي رحلتنا المسائية ويا اف ام، انتظرونا باكر الساعة 10 باف ام جديد، وباي باي.